السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو حلوة الكاستيل، يعني هاد الحلوة الراقية بزاف بنينة. هاد الحلوة احسن مرافق للفئة فرحكم ومناسباتكم، تجي معلكة وعندها واحد المذاق خاص. نبداو بسم الله. عندي 5 بياض بيض، فصلت البياض عن الصفار، يعني في هاد الحلوة راح نسحق غير البياض، وهذوك 5 تاع الصفار راح نخدمو بهم لاكرام من نوعية رفيعة، يعني لاكرام اللي تخدم بصفار البيض اعرفوا باللي يعني يجي طوب. كما نقولوا لاكرام هذاك الغالي هو اللي يتخدم بصفار البيض. دونك راح نكمل انا هاد التصوير تاع الكاستيل، راح نوجد لاكرام تاعي، راح نحطه لكم ان شاء الله باذن الله غدوه، هكا باش هذاك الصفار ما تخلوش باسكو يعني مع الصيف ماشي مليح. واش درت؟ ضفت قرصه تاع الملح وطلعت هذاك بياض البيض حتى ولا لي هكذا كالرغوه، وراح نضيف عليه كاس وربع تاع السكر، السكر العادي سعه الكاس 240 حتى 250 مليلتر. وبالنسبه للبيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تكونوا خرجتوه مقبل هكا باش يطلع لكم تمتم. ونبقى نضيف هذاك السكر حتى نتحصلوا على يعني هذاك السكر يدوب كامل، كما نخدموا لا مورينغ كيف 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 كيف. زد ضفت ربع كاس، واذا لاحظتوا كميه السكر راهي كبيره، مي هذه هي الوصفه. الكاستيل تجي جوغ معلكه، وهذاك التعلى كي مدهولها هذا السكر، مي دوك راح نقصوا السكر في الكريمه، يعني راح يجونا حجينا متوازنه في الحلاوه. بهالطريقه شوفوا كيفاش ولات. لازم دير هاد الخيط ولا، وتاني كي تقلبوا الريسيبيون تاعكم بهالطريقه ما راحش تدفق ولا ما راحش تطيح، يعني هاد القاعده راهي معروفه. نعاود نجيب ريسيبيون واحد اخرى وراح نضيف فيها 2 كيسان كاوكاو محمص هكذا احمر، لازم يكون محمص احمر، ولا تحمصوه بقشورو كيما تحبوا، انا ما حبيتش نحمصوه بقشورو. ونضيف عليه نص كاس فارينا، فارينا عادي تكون مغربله، ومغرف صغيره لافاني عمروها مليح، يعني بنفس الكاس راني نكمل. نخلط هاد النواشف كامل كيف كيف، نخلطهم مليح. بهذه الطريقه وراح نعاود نجيب هذاك بياض البيض ونضيف عليه هذا الخليط، وراح نبدا نخلط فيه، ندخله مليح في بياض البيض تاعي مي بلا ما نطيحه، يعني من تحت للفوق كيما نخدمو الجينواز، يعني نفس المبدا بهذه الطريقه. وكما قلت لكم الصفار احتفظت به باش نخدم به لاكرام، يجي ما شاء الله، يعني الوصفه الجايه ان شاء الله باذن الله هكا مع السخانه ما تخلوش هذاك صفار البيض. نجيب بلاطو، القياس تاعو نورمالمون هذا 35 على 25، درت فيه بابي كويسون، ومن الاحسن تلصقوا هذاك البابي كويسون من هذا الخليط هكا باش ما يقعدش يبوجي لكم، وراح نوزعو كامل بهذه الطريقه. هو راح يعي شويه باسكو يبدا كامل يتلاصق، مي سعفوه برك راح يتوزع لكم عادي. بهذه الطريقه راح في هذه المرحله نكون شعلت الكويزينيير تاعي على 180 درجه، ندخلها الطيب كي نشوفها نشفت، يعني كي نحسها بلي نشفت صايي راح نطفي عليه، ما نشعلهاش كامل من الفوق البنات، غير تحسوها نشفت صايي ما تيبسوهاش. نمروا نحضروا الكريمه تاعنا، كريمه الزبده بذوق القهوه. عندي 125 غرام مارغرين، شوفوا يعني 125 غرام راهي زوج مغارف معمرين مليح. نضيف عليهم زوج مغارف كبار تاع الزيت، ومغرف كبيره تكون بومبي يعني معمره مليح تاع سكر الناعم. شوفوا مغرف كبيره معمره مليح راح تكون كافيه، ما تكتروش سكر البنات، اكثر من هكذا راح تجيكم عسل، سختو لي ما يحبوش الحلاوه كما انا ما نحبش الحلاوه بزاف. مغرف كبيره معمره مليح راح تجيكم هذاك هو الكريمه. اللي يحب الحلاوه تقدروا تضيفوا زوج مغارف كبار، اكثر من هكذا ما ننصحكمش، راح تجي تقتل، يعني تجي قطعه بزاف بالحلاوه لو كان ديروا اكثر من زوج مغارف. نطلعها مليح بالباتور، لازم نطلعوها مليح، وراح نضيف عليها زوج مغارف كبار قهوه بخاس، طلعتها عادي تكون بارده ما ديروهاش سخونه، ونبقى نزيد نطلع فيه حتى نتحصلوا على كريمه تكون خفيفه، يعني كريمه الزبده بهذه الطريقه. لهنا صايي راح نخبيها ونديرها تبرد، ولا نديرها في فريجيدار تبرد. نعاود نجيب الكاستيل تاعي، شوفوا
لهنا ملاحظه، كي تخرجوه من الكويزين يغمد توشيه، واش باسكو علاش راح يتشقق؟ خلوه حتى يبرد مليح ومن بعد راح ارواحو نحيوه. نجي لهنا هكا نوسيلو بالموس بهذه الطريقه وراح نحيه، يعني يتنحى بكل سهوله. تحسوه بلي راهو شويه يابس، مي عادي راهو بزاف خفيف. ودو كي نديرو له الكريمه راح يطرنا. نجي نحي هذاك البابي كويسون حيت نحلنا بكل سهوله، ونجي نحي الاطراف، نعاود نقلبو وراح نحي الاطراف كما راكم تشوفوا. نحي هذوك الاطراف هما اللي حنشبح بهم من الفوق، شوفوا يجي معلك، يجي ما شاء الله. يعني اللي مدار يديروه كاين بزاف يديروه، يخلونا تعليقات تاعهم، واللي جامي داروه يسيوه، على بالي بلي راح يعجبكم بزاف. وراح نقسمو على اثنين، هنا لازم يكونوا قسمين متساويين بهذه الطريقه. وراح نبدا في المونتاج تاعي، راح ندير الطبقه الاولى، نجيب الكريمه تاعي اللي كنت درتها في الفريجيدار وراح نقسمها على اثنين، راح ندير قسم بهذا الشكل. وهاد الكريمه هي اللي حطرينا الطبقات هادو، وهو من الاحسن يبات، كي تخليوه يبات راح يجيكم احسن احسن، وكل ما يقعد كل ما راح يزيد يولي بنين زياده. ونزيد ندير طبقه ثانيه بهذا الشكل، ونزيد ندير الكريمه. وهذوك الحواف واش راح ندير؟ راح نفتتهم هكذا بيدي، غير بيدي غير بالعقل، وتقدروا ديرهم في سكرفات، يعني لكم الاختيار. انا حبيت نديرهم غير بيدي هكا. وراح نديرهم من الفوق كتزيين، بهذا الشكل. وعندي لهنا انا كنت درت ديكور جيل ولا سوبر كريم ذوق الكراميل، درتو هكا في لابوش، راح ندير به خطوط بهذا الشكل، راح يمد منظر بزاف شباب، وتاني راح يمد مذاق بزاف شباب. ونعرفوا باللي الكاستيل يعني يديروا له سكر كلاصي من الفوق هكذا، يرشوا عليه سكر كلاصي، مي انا ما يعجبنيش باسكو يزيد الحلاوه، وتاني ما المنظر اللي مدو ما يعجبنيش بزاف، يعني تحسوها باللي شغل مضبه ولا، يعني كل واحد والذوق تاعو. انا حبيت ندير له ديكور جيل من الفوق، راح يمد بنه وتاني كيمد مذاق. وانتم تقدروا تستغناو عليه، يعني لكم الاختيار، تقدروا ديروا غير سكري كلاص من الفوق يعني كما تحبوا. وهذا هو شكل ديالو، وراح نديرو في الفريجيدار على الاقل على الاقل ساعه، يعني اكثر من ساعه حيكون احسن. انا حوالي 45 دقيقه جبدتو، ما خليتوش كامل ريح على جلد التصوير، باش نحط لكم الفيديو. مين نتوما خلوه يعني زوج سوايع ثلاث سوايع، قد ما خليتوه قد ما راح يكون احسن واحسن، والتقطع تاعو راح يجي مفيني احسن. ونجي نقطعو على اثنين، وحنقطعو بهذه الطريقه. انا خرج لي 10 تاع 10 مرصوات، وشوفوا الحجم تاع الحبه قد ما راهي. راح نكمل نقطعه كامل. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي هي الكاستيل، جا ما شاء الله، يعني واحد البنة، واحد البنة مميزة. نتمنى منكم تجربوه، شوفوا يجي طري. وهذا يعني غير 45 دقيقة، لو كان تخلوه زوج سوايع ثلاث سوايع وحتى يبات راح تلقاوه يدوب في الفم، واحد البنة يعني مع هذاك يجيك شغل معلك، يعني قمة قمة في البنة. هاد الوصفة ننصحكم تجربوها. وفي الأخير ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير، شكرا على المشاهدة، ما تنسوا ليش تجاملوا الكومنتار. سلام.